السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. إزيكم؟ وحشتوني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى. النهاردة موضوع فيديو النهاردة تحصينات الحمام من مرض الروشة. ومرض الروشة اللي ناس كتير ما تعرفوش إن هو له سببين، سبب فيروسي اللي هو فيروس الروشة اللي هو تحصينه ده اللي أنا عملته من فترة، هسيب لكم رابط الفيديو بتاعه اهو، الازازة بتاعته اهي يا جماعة، دي اللي بتتحل تحت المية، ده خاص بمرض الروشة. على فكرة النوع ده بيقولوا عليه اردني، دي العترة اللي منتشرة في الشرق الاوسط في المنطقة بتاعتنا، دي العترة اللي منتشرة عندنا، يعني يعتبر احسن من المستورد في الحكاية دي. ده خاص بالروشة، ده اللي بيتحل يا جماعة تحت المية، ده اللي مش بيتاخد حقن، لاني سمعت ناس كتير بتقول ان مفيش تحصين بيتحل تحت المية، ده مش تحصين، لا ده تحصين يا جماعة، وده تحصين الروشة. ده العبوة بتاعته من حمامة اللي هي اللي في ايدي دي، تعمل من واحدة لغاية 1000، مكتوب عليها اهو، لو قربنا كده شوية مكتوب عليها 1000 اهو، تمام. ده من حمامة واحدة لألف حمامة. ازاي كده؟ انت بتحلها في كمية المية اللي انت عايزها، بتتحل تحت المية مش فوق المية، يعني الازازة دي الغطا ده ما بيتفتحش الا تحت المية، لو اتفتحت فوق المية باظت خلاص، تبقى ما عادش تنفع، يبقى لازم تتحل تحت المية وتكون مية ما يكونش فيها كلور، ان انت بتملى المية من بالليل وبتطلع الصبح بتسيب المية مكشوفة عشان الكلور يطير منها اللي هو بيكون في المية، او تشتري مية ازايز معدنية يعني. طيب ده بالنسبة اللي هو تحصين الروشة. طيب لان في قنوات كبيرة، انا شايف في ناس قنوات كبيرة قالت، مفيش داعي لذكر اسماء، ان مفيش تحصين غير اللي هو اللي بالحقن، لا ده اللي هو بتاع الروشة مش حقن يا جماعة، تحصين الروشة مش حقن اهو، تاني ده تحصين الروشة اللي هو مش حقن، ده بودرة هنشوفها اهو، الازازة فيها بودرة اهو، بتتحل تحت المية اهو، بتتحرك جوه اهي، شفتوها بودرة او قرص مش عارف، هي قطعة كده لكن بتحلها لما المية بتيجي عليها، بتخرج في المية بتفكها على كمية المية اللي انت عايزها من حمامة لألف حمامة، وبتقعد نص ساعة او ساعة او ساعتين على حسب الحمام بتاعك ما بيشرب، وبعد كده تشيلها بس بشرط المية ما تسخنش اللي هي يشرب منها الحمام. طيب النهارده ده اللي انا عملته قبل كده، زي ما قلت لك هسيب لك رابط الفيديو بتاعه في صندوق الوصف، تشوف اللي هو تحصين الروشه ده اللي انا عملته من فتره. اللي لسه ما عملتوش بقى، هي عندي من فتره انا خدت جربت منه فعلا، اللي هو نوع لقاح سيرفاك، لقاح السالمونيلا الثلاثي، ده مصري يا جماعه. انا جبت المصري ليه؟ لان العتره بتاعته هم بيشتغلوا طبعا، العترة اللي بره غير العترة اللي بتيجي عندنا في مصر، فهو اهو ايجيبت، ده من هيئة المصل واللقاح اللي في القاهرة، وهتلاقيه برضو عند البيطريين لو سألتهم، بس بشرط ان انت لما تجيب اي لقاح من دول تجيبه يكون في التلاجة يعني معاه التلج. طبعا انا بصور، وده الكيس ده اللي تحت، ده كيس التلج اهو، هم محطوطين على التلج كده، انا جايب كيس تلج كبير وسايبهم على التلج علشان انا هعطي الامصال دي دلوقتي. يبقى كده قلنا ده بتاع السالمونيلا اللي ناس كتير بتعطيه وبتقول ان هو بتاع الروشة، لا هو مش بتاع الروشة، هو بيعالج السالمونيلا اللي هي بتسبب الروشة بعد كده لو ما تعالجتش. السالمونيلا لما بتيجي عند الحمام، وانا واحد منهم، وانت ما حصنتش بتقلب لو ما تعالجتش في البداية او ما لحقتهاش، او فجأة تبص تلاقي الحمام بعد من شدة الاسهال جاله الروشة، لكن هي نتيجتها السالمونيلا، يبقى لازم تحصن سالمونيلا ولازم تحصن للروشة، ده غير ده يا جماعة، لان عشان محدش يحصن تحصين واحد ويرجع يقول برضه انا حصنت والروشة جت، لازم ده ولازم ده. في واحد هيقول لك طيب احصنهم ازاي الاثنين مع بعض؟ مش لازم تحصنهم مع بعض، وعلى فكرة انا سألت البيطري قال لي مفيش مشكلة ان انت تعطي سيرفاك، اسمه سيرفاك لقاح السالمونيلا الثلاثي. انا بشجعكم يا جماعة ان انتوا تجيبوا من نوع المصري ده، ناس كلها بتجري على المستورد، لا انا بقول لك هات المصري ده اضمن
ان هو شغال على الاترا اللي عندنا دي، سعرها تقريبا كنت شاريها ب 85 جنيه، لكن انت ممكن تلاقي المستوردة اللي هي ممكن تكون دي بتكفي 100 حمامة، انا اسف دي اللي هي 1000 حمامة، لكن دي 50 سنتي على قد 100 حمامة، 50 سنتي، لان الحمامة بتاخد نص سنتي، لان برضو شفت ناس بيقول لك هات 3 شرط بسرنجة الانسولين، لا هو نص سنتي يا جماعة، الجرعة مكتوب عليها، لو شفنا هنا لو قربنا من مش هتبان لان كتابتها هنا اهو، الكتابة عليها انا شايفها العلاج السلمونيلا الثلاثي 100 جرعة، مش عارف هتيجي 100 جرعة، تمام. طيب كده خلاص، يبقى احنا عرفنا ان نص سنتي. طيب في ناس بتاتي في الصدر، وفي ناس الغالبية بتاتي تحت جلد الرقبة، انا اتأكدت من اكتر من دكتور بيطري، مش من اللي بيبيعهم، مش من اللي بيبيعهم اللي هم مجتهدين زي حالتنا كده، من الاطباء نفسهم البيطريين، قال لي تحت جلد الرقبة، تمام. فانا هناتي تحت جلد الرقبة، شوف حضرتك ممكن تستخدم سرنجة الانسولين، بس انا مش هستخدمها، بس انا بوري لحضرتك اللي انت ممكن تعمله، ممكن تستخدم سرنجة الانسولين، بس طبعا السن ده مش هينفع لان اللقاح ده سميك جدا، فمش هيعدي بالسن اللي هو جاي مع السرنجة، انا نرمي السن ده خلاص ملوش لازمة، انا شاري سرنجات من عند البيطري، اسنان اقصد اسنان، شوف السن اللي من عند البيطري سن قصير ازاي عشان ما يعديش من الحمامة، وفي نفس الوقت يتسع للدواء، سميك وفي نفس الوقت قصير، تمام. طيب انا هنعمل ازاي، انا زي ما قلت لك مش هستخدم سرنجة الانسولين، انا هستخدم سرنجة 3 سنتي، هو المقصود من كل الموضوع ان انت تعرف النص سنتي، هو هنا 50، هنا السرنجة البشري دي اللي هي العادية، دي سرنجة 3 سنتي فيها علامة نص وفيها سنتي وسنتي ونص وهكذا، اهم حاجة تأتي النص سنتي بس، يبقى 3 سنتي. طيب استنى معانا عشان هوري لك الاختراع ازاي، يعني لو انت مش هتعرف بتحصن لوحدك ازاي، هوري لك ازاي تحصن، انا عملت حاجة اهو، شوف السن ده سميك ازاي يا جماعة، ده سن ده سنتي، نسيت اقول لك ان فيه منه طويل وفي منه قصير، شوف ده طوله سنتي لكن ده نص سنتي، اللي يريحك، شوف ده من ده السن ده، دي اسنان من عند البيطري، يا رب تكون بانت، شوف طول السن، دي اسنان من عند البيطري، انا هستخدم القصير ده. طيب هغير السن، ركبت السن القصير اهو، ودي وهي على التلج زي ما هي كده، هسيبها على التلج واسحب املا الثلاثة سنتي يكفهم 6 حمامات، اهو يا جماعة شوف الدواء سميك جدا، للسن العادي بتاع السرنجة اللي بيجي مع السرنجة مش هينفع، يبقى لازم وتأكد ان انا مليت الثلاثة سنتي علشان كل فرد ياخد النص سنتي بتاعه بس، 2.5 اهو، اتأكد ان هما 3 سنتي، تمام اهو عشان اعطي بس، تمام كل واحد نص سنتي فقط. طيب هنجيب فرد ونشوف هنعمل ازاي. طيب انا معايا حمامة اهو، انا جبت الحمامة ومعايا صندوق التحصينات، الصندوق ليه بقى الصندوق ده، انا مش بعرف امسك الحمامة او حضرتك مش بتعرف تمسك الحمامة، كلنا مش هنعرف نمسك الحمامة ونحقنها في الرقبة، فانا عملت الصندوق ده اهو، تمام قفلت على الحمامة، بانت رقبتها تمام اهو براحتي خالص، ودادلها خارج من هنا والحمامة من هنا، تمام اهو، همسك الحقنة تمام، ونمسك الحمامة ونشد الرقبة واخر جلد الرقبة، السن اهو يا رب يكون ظاهر كده، وفي اخر جلد الرقبة وناتي بعيد عن اي عروق، السن صغير زي ما قلنا، والنص سنتي حاولش تعدي النص سنتي،
تمام كده الفرد اتحصن. تمام الفرد اتحصن، نشيل الفرد ونجيب فرد تاني. ملحوظة الصندوق ده لو انت عايز تحقن برضو في الصدر فانا عامل له الفتحة من هنا، ان الحمامة لو انت عايز تحقن من الصدر الحمامة برضو متكتفة وتقدر تاتي في الصدر برضو لو انت حبيت تاتي في الصدر اهو. تمام من هنا اهو فاتح الفتحة دي علشان الحمامة تخرج رجليها وصدرها يكون باين، برضو ممكن نحقنها في الصدر. طيب نجيب الحمامة تانية، جبنا حمامة تانية يا جماعة اهوت، هنديها برضو في الرقبة. لكن اقول لك كده على معلومة برضو، لازم ترفع مناعة الحمام وتتأكد ترفع مناعة الحمام 3 ايام قبل ما تاتي المصل، اي مصل من ده او غيره، 3 ايام قبلها و3 ايام بعدها. تمام، ونتأكد ان السن ما دخلش، وانت كل مرة ما يجيش في لحم الرقبة او في العروق اللي في الرقبة. تمام، ولازم تأتي الحمام متأكد ان هو سليم، ما تعطيش الحمام المصاب، الحمام اللي عنده اي مرض او عنده اي اسهال ما تعطيهوش، لازم تتأكد ان الحمام اللي انت بتعطيه سليم. طيب العلاج ده احنا دلوقتي في شهر 3، يبقى هعطي التحصين ده في شهر 9، يبقى في 3 وفي 9. اذا كنت في شهر 4 هتأتي في شهر 4 وفي شهر 10. المهم ان هو كل 6 شهور يا جماعة المصل ده اللي هو السلمونيلا، تحصين السلمونيلا. لكن تحصين الروشة اللي هو بتفك في المية كل 3 شهور يا جماعة، ده كل 3 شهور. تمام، يبقى كده قلنا كل حاجة عن التحصينات. الصندوق ده بس قبل ما نختم، اللي عايز يعمل الصندوق ده، انا عامل الصندوق ده على قد الحمام الزاجل. طبعا فتحت الفتحة دي قبل للتعديل، ممكن ما تفتحهاش، ممكن اسيبها مقفولة. لكن لو انت عايز تعمل، شوف بقى من الداخل نودي الحمامة بس كده وارجع نقول المقاس. الصندوق كده من الداخل كده يا جماعة عمق طول كده 15 سنتي، كده 10 سنتي، العرض العمق 8، العمق ده 8 سنتي. ده بالنسبة لمقاس الزاجل، لو عندك اكبر او اصغر شوف انت. الفتحة اللي هي تعدي منها رقبة الحمامة اكبر من فتحة الديل بشوية، دي اوسع شوية علشان عايز صدر الحمامة يطلع لي برة شوية، اعرف اشد الرقبة شوية من هنا. اما هنا يبقى محكوم في الديل، الحمامة مش عايزة ترجع لورا. تمام، وعملت دي مرفوعة شوية عن الارض عشان رجلين الحمامة، لكن لو ما انتش عايز تفتح الفتحة دي مفيش داعي للرجلين دي، واي حاجة تقفل بيها. تمام، اي حاجة تقفل بيها، انا عملت اي حاجة تقفل بيها الباب بتاع الايه التحصينات ده.